بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد وقهرين إلى أبينا سبحانه وتعالى أمها النقينا نعموين فربضنا إلى أهين السبيل أمها النقينا إنك استوى درين بدن شروه درين أبار عيدنا هايو أبار بحسنا إكتشرتو قبل الله بري دلك سومالي لان ورونتي أفرطة قبل ساحل كبل عمق يقايبا كميدات مروتشيح سي أكتين قايبي سراغ يصول يتقدر يسرار قبل أصدر سكور قبتين وحا أكلب حي قديو ككوبان قبل حكومة علماء الدين قرع ستادة يوم مسؤولية قرانة كل دوغانة كلا حل دبانة لا وحكس قلياشة كلا لا قران وحكور قبتين مددا إني كم مغنائين مدد تضباعدة تضباعد كم مغنائين يكرمير كي يورنتي ورباهنتو قارهان تيف قارك سوماليلاند يوزاد ورفافنتو أي حوق صارتي سيدي أي حوق دبا يصور دبا يقص وقاد له هاي حالة دشرتي أبهسني أبارتاس واحد يسقي من حتوذا قارك سوماليلاند قديا سوى حشقيني إلا تقريبا سدح مع المدود دم بيسي أوروتي لكلا هوفي وهايدني وربحني كلا دوانا يقاب كي لوم مارين لهاي لو جهرتي لهاي نقص كنت شرني نجهرين إلى أن سبحانك الله يسرينا دبدنا إن جاء مفر بدن أيال الجاري أروتي هل كان ساكا أي نكون فاهمين دونه وجهرين دونه هدي الله إلى هذا وزير كم يحتوي هذا يو جد ده أبارها حبيت المحق وقرن أما محق ولا ذي أه حيجين كوجو سعوا الشيخ حسن عبد السلام يو وزير كم ورفافين ته أو يسجل فتي سنة إن يكمالية ده رأي هذا وزير كمالية ده أروتي وحي حكومة دو يعني كنت تلقى شيء جوه الرئيسين يسي جوه رسالة كونه قن يسمع ده هاي مسؤولية دي يوم حاكم يعني وسارية هاي قرنكو يلا رنتي هرمون دخلنا قن يسا قرمة كان يو تاكلين تدد كان أبا رئيسن أي كل واقع دم تهدل وزير كور مالية دو يا وزير كور فافين تو نوف فافين تو أنا قاب كور باهين هاي لوجم حاكم حل دوانو موضوعا يسدي عالم كي يضل كنا باللغة الرسالة حالا لوهر كيني لها مجتمعين يو دد كينا رنتي أود أوله إني وحق قبطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنهانتي وحمانتا دل كينا يقرن كينا سومالي لان هايستا قيبة بدن أو كاميدا أبار الحادله او ساميسي وحيلا وين اوغيستي الدنيا دي لدقانيي داد كينا خطر كتشرو حقها ايو وربحينها اي صور ريان هايدها قرمدا ميدوبي ايو انترناشنال كوميونيتيغا او قابل سان عرمها ايو حقها اي صور ريان قدiga أبارها قرنكا جمهورية دي سومالي لان اي مدحوينو مقعابي iyo maamulada gobolada iyo degmooyinka dhamaantood xogahaasi waa xogo isku mid ah waxa la xaqiijiyay dad gaaray ilaa 1 milyan oo muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah inay maanta ay abaartaasi hayso oo xaalad adag ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaynu ka baryaynaa inuu duruufta ay naga samato bixiyo roobna ina siiyo markii xogaha la eegay waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland shir degdeg ah ayuu qabtay gudiyadii samafalka iyo abaaraha u xilsaara xogihii hay'adaha caalamiga soo ururiyeena waa la isu keenay hay'adaha daraasadaha sameeyay waxaa la garwaaqsaday in
أي لقى ما مارمان تهاي إن شعبك الصومالي لان جودهان إيو دوني دا إسلام كا إيو بيش عالم كا إنتبا إن نوغو باغنو إن نوغو عدينو إن حالات أبارد دالكي أي صوفوت سارتي سي رسمية لون باهن يهي قرمد إيو تاكولة ديك ديكا إن ديكا لقارسيو أرداس وارنتو أغوو إن نو جعال هاي ما أنت إن نو ورباهن تا أمرينو بلشيدة سومالي لان إيو بيش عالم كا إنتبا إن حالات أبارد أول حاد لي أي ما أنت دلك كتشرتو إلى هل مليون أوقف أي سامي سي سيدا درتيد وحالاقا ما مارمانا إن قرمد بين آذان نمو أو دك دكا دكا ولا لهنا تبالي سن أي نو لقارنو وحالاقا ما مارمانا إن القرانهان اسكو تشنو إلهي سبحانه وتعالى برينو وطوبت كأنه ونقونو إنه أي نو قرانهان اسكو تشنو إسلامر كانا aynu muxuu ahaayay aynu u bandhigno muxuu ahaayay waayeheena iyo duruufaheena dadka wixii aynu wax wada leenahay iyo wixii inaga naxay intaba arintaas waa qodobka koowaad arinta labaad waxa weeye waxa gudigu markii ay isu timi ay isla garatay in la sameeyo gurmad degdeg ah dhaqaale ururin degdeg ah isku tashi degdeg ah in la sameeyo xaaladu waa xaalad ballaaran waa xaalad ka sii dari karta oo loo baahan yahay in la sameeyo qorshe dhow iyo qorshe fog qorshaha dhow waxa weeye in dadka lagula tacaalo goobaha ay joogaan sidii biyo iyo cunto loo gaarsiin lahaa qorshaha dambe waxa weeyaan hadday xaaladu sidan ka sii xumaato in lagu mintido dadku inaanu maran ama dhiman ee dadka lagu ururiyo goobo caafimaadkooda la diyaariyay muxuu ahaayay deegaano oo aan laga taxadiro laga hortago in cudur dilaacaan dadkuna ay saamayso arrintaas qorshahana gacanta lagu hayaa waxaynu u baahannay gurmad degdeg ah in dadka gaadhsiino xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliland ee madaxweyne siinaan iyo galweedeenka ka yahay markii aanu isku noqonnay duruufo adag ayaa sanadkan qarankan saameeyey bishii labaad waxaa dhacday abaartii gobollada galbeedka waxa kale oo xukuumadda soo food saareeyey diiwaangelintii codbixiyaasha oo adduun badan uga baahday oo aan xisaabta iyo qorshaha ugu jirin xukuumaddu waxay bixin jirtay iyo xukuumadii ka horreeyeyba waxaa dowladda soomaaliland ay bixin jirtay 525 diiwaangelin iyo doorashaba hadday timaado waxay naga caawin jiray dowladda aynu saaxiibnahay xilkan inakaale inagayta inaynu qabsanno hase yeeshee si maadaama aynu nahay qaran taag daran dunidoona weyn ogeydo waa laynaga caawin jiray arrintaasi sidaa uma hirgelin maanta dhaqaalihii inta badnayd iyo lixaadkiisiiba waxaa bixisay dowladda soomaaliland si doorasho nadiifa dalkan looga qabto halkaana dhaqaale fara badan oo aan dowladdu ku talagelin ayaa dhiigbax baa kaga yimi waxaa kale oo jira amniga dalkan oo ah waxa weyn ee aynu ku fadhino waxaa dowladdu ku bixisaa adduun badan duruufaha iyo dhibaatooyinka imanaya laguma talagalo waa wax cawaarida hoos soo kordha reero islaaya deegaano isku dhac ka yimaado ciidamadii qaranka ee difaaca loogu talagalay oo 11 guuto la dhex geeyo waxaasi wax iisiya maha adduun bay ku socdaan marka runtii duruufaha faraha badan ayaa xukuumadda sanadkan ku yimi iyadoo sidaa xaaladdu haddana tahay ilaahay mahadii waan waynu ka soo dabaalay ilaahay baa inagu taakuleeyey ilaah baanu ugu mahadnaqaynaa sanadkan waa dabayaaqo bishii 11-aad baa lagu jiraa dowladuhu hadda ay markay gaadhaan barjadkooda oo dhammi wuu dhammaada iska daa inagoo aan layna aqoonsanayn oo itaal weyn lahayne dowladaha xoogga leh ayaa barjadkoodu dhammaada xilliyadaas duruuftaas haddana dadka walaaladeena ee aanu dowladda u nahay waxba ka hagran mayno waxaanu dayn u heli karo iyo waxaanu deeq u heli karo waxa weeye waajib qaran oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisa saaran weeye kayd meel inoo yaallaana ma jiro duruuftaa markaanu ka eegnay waxaanu xukuumad ahaan madaxweynuhu na amray inaanu arrintaa gurmad degdega ka gallo waxaanu guddiga abaaraha qaranka ee xukuumad ahaan ku wareejinaynaa 8 bilyan oo somaliland shilinkiisa oo lacagtaas
سديد بليانا او اوديغان تا محو اهاي مليون اير دائرة دولار واح غوغو يورو لسعودة اوديغان تا صرفك محو اها واحا كالا او قدقو اي اسلقراتي قدقا عبارها قرانكو واحا اسلقرتين ان لسميو بريتو او اخميس طبانك مركي ساعدو تاي شروعين أو بلادنا أو جناح ستة قرن كلوجو يريهم ملحوين ومرتق هذه يجود جابارة قرنكو لما أن جناح ستة ووين عاصمة دشوكتة وشركة سالجو مرتق هذا يا مجايده ده تلفونه ده نوال الله وده حليله يا تدنا ولور قلني يا إذا عده هنو إنه ولوجو ولجور قلني يا ولجنا هذيني يا وحويه ومالتين يسوقون من لهين ومالتين ومدهان وحستاري لهين شركة أصلاً جناح ستة وحى جود عبارها قرن أي كدون يعني يمد حوين وكلمة وين ومقل إني ما أنت جيستان وحى كلا أو جود حوك ساريا أو واقون صدي مالنت تجمعها صادم ب مالنت تبرعات كقرن كأي الله واقون صدي هوشاس مساجد دورنا وحلاقة سمين دونا محوها هاي وزارة الدين يا وقفت يسكت برهيد دون تا دعاء الاستسقاء دعاء ينكر رب دونتا قنوت كها وحا كلا أولاقا ورن دونا مساجدة لما انتو تبرعات سوقية دا وحا الله بلارن دونا وعيقلين بلارن بالا سمينة يا وحا قد حوك ساري دونتا نظام كا تبرعات كيرير لغو ورويو الكترونيك مانيكا محوها سادك يدهبك او وح وين اباريه دويتو وح وين او كتر تيرونتي دنيدو واو هال جيني يا هال دولار ايا لعقها دنيدا صدحاد دولة هروم ري وجود دي غيان اي كمال جليان وحي كو ريان هال دولار يا هال بني تدوال عربا ينهي هدي اي ولا لدين قار لمن ايان محو هاي وحا اي نعنو انت يري نقعانت حالة دي نقلينو بين وحكا سينكرا وحي انه يومد تقانا دقنك تكافلك اما wax wadaag iyo wax isasiinta iyo qooda gobnimada bulshadeena ay leedahay ka mid tahay arimahaas arimay lagu cusubayno hadda dadkeena barayno ma aha waxaynu baahanay abaabul haadle iyo wacyigelin baynu baahanay waxa kale oo iyadana gudiga abaaruhu ay qaban doonaan habeenka hadii eebo idmo sabtidi soo galeyso lixda galabnimo waxay qaban doonaan barnaamijyo ballaaran oo TV-yada ka baxa waxaa la wixii TV sameyn kara TV-ga qaranka kuwa madaxa banaan barnaamijyo live ah oo qaran lagu ururinayo isla markaana gudiga abaaruhu bulshada iyo dadkii deeq bixiyasha ah ee Soomaaliland ee sadaqada bixiyay uga waramayaan wixii soo galay sidii ay u isticmaaleen gudiga abaaraha qaranku waa gudi ballaaran bishii labaad ee sanadkan baa madaxweynuhu sameeyay waa gudi ka kooban xukuumadda Soomaaliland xubno kamid ah culimada diin mistaqiyad iyo qiimo weyn ku fadhiya culimada iga dambaysa ay ka mid tahay iyo ganacsata waaweyn ee shirkadaha waaweyn ee wadanka ay ka mid yihiin ujeeddadu waxay ahayd in aynu xaaladda ka wada jawaabno wax wada maamulo wax isku darro muxuu ahaayay wixii adduun ama dawladda ha bixiso ama cid kale hayna siiso si siman baa ama muwaadiniinta Soomaaliland ha ku deeqeen si siman baa loo maamulayaa خسند iyo jeeg iyo cida haysana waxa weeye aan umada oo dhimi ku aamintay waxa weeye waa nimanka culimada weeye ilaahay khayr ha siiyo hawsha iyada waxaanu bulshada Soomaaliland ugu baaqaynaa in si mugle ay arinta uga qayb qaataan dadka walaalaheena aynu samata bixino ilaahay wuu isku keenayaa hadaynu isu naxariisano inagana wayno naxariisanaya bulshada kalena ee caalamkana waxaanu ugu baaqaynaa in qaran kalimaanta Soomaaliland u baahan yahay gurmad degdeg ah oo muxuu ahaayay iyo kaalmo bini'aadinimo u baahan yahay waxa kale oo iyadana aanu sameyn doona dawlad ahaan sidii caadadanu ahayd xilliga abaaraha ay dhacaan mushaharooyinka shaqaalaha iyo madaxda qaranka dhamaantoodba waxaanu laga gooyaa waxyaalo kooban oo laga yaabo inay qofka wuxuu ahayn laakiin wax weyn u noqda muxuu ahaayay ka noqda arrimaha abaaraha oo ku biiriyay meel gufeeya ama meel gabadana ka imanaysa gufeysa aad iyo aad baa u mahadsantahay alxamdulilahi rabbil caalamiin
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وراليال وحمل رنتين جب جبتها هاي نحرك شركة نوقف الناي وحاون عين كواي ورنه ودعي عين كشره حقيقة ورد دبعتاب عين كشرنا أرن كاسي وأرن عن عين هونس كشيء قيلهم وعمرو تلاها تينني ماها تي بين بنتها هاي وكجبي هذا رأبي وأنا قبل ما قبته ولا هابرجي سياد برادا أنا كوري كودي درتي عالية كشيء كينين قصنا هم راحوا نقول عمايان ما أرون تيار تمر كهذا لين مكان أنه عمل أوله سلة المامي هيداها كوش قذله يجدي ذا أبارها ورون تي بلارن وحيسوتها ينقوب كستوري بات كتة جنتها وعنده ودك سو أركين بهذا رسم جاي نكور رمينه واحد دعي كرتون تين تدوينه هنا إن بدل كم ذا حوجال تهاي أو تي في ذا قرن كيف والله متكأ يور بهنت أكبر حضر دباتها سنت يلاك تهاي إن أي موك تهاي واحد الشيء إنه ساوي سيركو الشيء دباتو رسمية بات لكن ببليشن كسمالان كالبرد أيرنتي مانتا دباتي سن مركل يقول لي مليون قف وواحد ويان مانتا دبتها سهيس تطلع جو الرمايو وقاران يو بانتي أيرنتي لابا هي أي تاجنت هاي شنب قوة كنا فود كوهيان بهذا إنه مليون بربك ورسانت هاي ولي بعدين كوج بجبا هنا سعته وببليش كسمالات بقول كيف كونتون إيه واحد كده سأدرت وارن تي مانتا حال أدو أدق بين كشرنا تلاميذ كوسير وكور ربي وارن تي لقاضي أما إلى حد إنه قرشين وقاضنه وار رئيسه مركي كورمير كان سوى سمية دبعت بحد الذي لسوا أركي إن قاران ورن تي لبلابه قاران ورن تي لباد ما تي كورن وسوا قدمي قاران ورن تي لباد وحكيو كان نقطة وزارة دا بحن حكومة سمالنا إن يدو هالك وزير كمان تونا قشة قرنتي قاران كدولة دو أكو كتلة قشة خسرت دينا كسارتو وهالك مليون إيه دولار يروح إلى سعودة وإنه قام هذا يعني آدي أدو قم هاتين وحقيق دونا هي أداها أما شقالها الدولة دي لفت جودة ويقونا رنتي سيدي لو قبرتي مشاهرين كدو كدو يقيد دونا وحين هالك قام هذا قيا وبركو دي سوى قاري قولها قورتي دا والله إمك رنتي سكا قرشي اللعق سكاش كنا دور قاريسة إن كسر شبان يجونا أكاونت كاسي نقول تلاقي أباره جود وحبين جورت ده قلها وي قلها جورت ده قلها وكيلا هون تسمع ور كده ورسو قاري يي إن كسر أنا اللي بنا عدا وش شيء يي أنا كسر درس أنا قف أفو شيء يي يا جرا وكسر قينا لما أنا هون تشغال دور تاسلك بالكود سقينا دور كده وينها اسمه ماشي يلا وحقو ورسكنا عصت هذا بلن كابري أيه إنه قمن دورنا إن شاء الله تعالى قرار مقلين سقينا waxa ku xigi doona yani waxaan qaraanka furnaa dadweynaha toos u abaaraya qof qof iyo maxaan ku leeyahay xubin xubin ay doonaan runtii looga qayb qaato oo aynan u kala hareerin oo isna qof walba halkiisa ugu tagi doonto tala gali doonaan ugu tagno waxa runtii rajaynaa insha Allah ilaahay idinkii inay qaraan muuqdo ururino oo dadka walaalaheena ee dhibaatada badan maanta ay haysato sidii aynu dhibto la qaybsan lahayn aan ka shaqeyno ilaahay bil kabar ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caawiyo waxa aynu sameeyno dhibaatada xoo tarimaayaan waan doonayaa fariin waxaanu ka yahaynay markaanu baahida taala aanu qiimeynay bil gudaheed ay madaxu naga xanuunay xoolaha inuu baahanahay waxaanu ogaanay oo daruntii qof kasta baa og yahay baahida imi markaanu isu geeyaynaa in madaxa ka wareernay toban laabkeedii boqol laabkeedii in dadkii ilaahay siiyo qof runtii aanu ilaahay subhanahu wa ta'ala xisaabtamee ilaahay bixiyo waxa markaa muuqanaysa intaal darada aadamiga iyo deeqda balaaran ilaahay subhanahu wa ta'ala hayo ilaahay waxaanu ka baryay deeqdiisaasi balaaran inugu manaysto abaarta inaga soo jabiyo أبارتها وحن كبحنا بريد الله فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بهذا يعني بهذا وحن كبح كركو بريد الله وحن كبح كرا ضاع الله ونحوشنا وحن كبح كرا لذلك نحن إن وحي تالك إن نتدعله بركة نسكاشنا أي نقرنا وحي نهينا ساو سيركو شاقي ما لنتهم تبعي نقصوا فوله وامالين إنفاق يصدق يوحب حين يبرئ أن يسكت درينه من برضا بس أكيد لما أنت سمع له وحلقوا تلقي من بر والبر لقد يعيو إلى هلا قبريو إسلا بره أنت أنا مس أكيد والبين قاران لقي أبوه يو وأن يسكت درنه بريدي يب حنتي سوقي ذا نهدي لك قارنا أن وقت منو سبحا أن مركز يجنا كهول قلو ولا لي وحويان أرنتاس وآه إن دتك ولا لدينا تبع علي سن ما أنت أن أقول منه horuntii waqtigu uu keensanayo oo islaamnimada ay keensanayso oo walaalnimada ay keensanayso baynu hawsheeda ku jirnaa waana hawl waqtigu nagu qasbayo oo durufta nagu qasbayso oo dhammaanteenu ku wada qasbanahay oo inaan kala lahayn ka hadlaya ka u taagan ka hawsha ku jira iyo ka kala runtii waa hawl ina wada saameysa dhammaanteenu wada leenahay waxaan ilaahay ka baryayna dhammaanteen baa ilaahay hawshaasi ina wada karsiiyo
ونكون دداله عد كسته أو ددال يبانته رنتي أبوك عشان ونم هذا قينا إلى إنه إحنا قبر يعني إله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كوده وأسره لقبل أبو ما لحظة قرن كي قصر الرئيس إلى بحويله إلى قف كسته أو مواطنا عد كسته أو رنتي وإحنا قتر تبع ما هذا قبل نجم مدينين آد بنقوم هذا قينا إلى إنه إحنا قبر إله سبحانه وتعالى بارت بيقول أكسك أباليه إن لك كرسيين هو شيء ناقدنا وأن كرنتي كحوان ديري آد بعد ما سنتين وسكوله وكمد شام عضو وكمد دادوين قفل لك تجي مايو إلا المها وير قفل لك تجي مينا وسين هرب عادوا له هنشري أي نود هول قلدونا إن شاء الله وارد ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.